الفلاح حتى يجي الدار يبي مدحته لكننا ما نبطره سلمهم سلام عليكم عافيكم طيبتوا كيف انتوا ماجرين جميع زام الله قولوا يا الله ان الله يجعلنا وياكم ستر عزمتوا واكرمتوا وبيضان وجيه نسأل الله لكم التوفيق والف مبروك المنزل والله يجعله عامر بوجودكم أقبلنا اللي تشوفون من آل جلالة والمنادية وخالطنا يا طوال الأعمار حائز الأكلوبي وسلامتكم جميع مرحبا والله ومسهلا الله يحييكم والليلة عيد جيدكم ومرحبا ومسهلا وتفضلوا حياكم الله الله يطول الأعمار شكل ودكم من الأندلس تسيس وطراز تعميره إذا البيت الأبيض في واشنطن ثلاثة دار علوم الردى مبن بابه والسرية ترى القصر الأبيض بالوفا والسعد معمور وفيه الهلا والرعب ما يفصل به كرمه وفعلية بحق الخاطر المكدور وسلم الجدود الأولين بحذافره سوى الميسور يحط الطلي ويقول ما غير تصبره ما يعرف على الضيف المسير يا عرض الشور يدين بدن صدق يا عسرة تكفيره أثارت مسباحة ذكرى ما كفى بدون شعور ومن كثر ما كثر بخيره كثر خيره هذا والله الحمور العقالة والحمور من اضيم ما دورت الجميل وهو ميره تحزن بابو اسبح بسبع بحار سعيد السعد والمجد والطيب والغيره جعل في بلاد ابوه دار بلا يسار وفي قلب نجد العاصمه مجلس ديره السيرة نعيش الحياة بعنف ونشم خجار قتال الحياة مادره يالله الخيرة يا ربي تبلغنا بعفوك جنان الحار عدوك ما نخبى جنة الله بتقصيرة هواجسي اللي راكده من ثلاث شهور شعاها عوى ذيبان يدوس بجريرة Yeah.
مستشفى. ثانيا هذا صوت تهذيبي ومرحبا وباقي الحديد مع الشيخ سعيد بن معيضة بن عثمان الكير عام. نعم حالكم الله يحييكم تحية المطر. يا مرحبا يا مرحبا تحية المطر جيتوا والله يحييكم تحية المطر. الجماعة مبتلينكم غدا بكرة في ذا المكان وانتوا اعزاز انتوا واللي معكم من الضيفان ومن الجماعة والله يحييكم تحية المطر وسلامتكم جميعا. سلامة الله يطول عمره يجعل الوجود من يسمع. والله أنا ودي يطول العمر إلا لكم يرد طول عمرك. حنا من حالك يا شيخ بدر مرة يكبر علينا كلنا جعل عمرك طوي. حنا من حالك يكبر العلوم وصغار مرة جعل عمرك تقول الطوب جعلكم تسلمون. أول شيء صلوا على النبي بيض الله وجيكم على الزامل وافين جعلكم تسلمون. أول شيء فسأل الله أن الله يزيدكم مال ورجال وأن الله يجود عليكم. تكلمتم وأكرمتم وفي والمجلس ذا مجلس الجميع ما هم مجلس والله لكم يا الكيرعان. والله ما نعتبر إلا المجلس بليطر كلهم كافة واللي قدوا حاصرهم في الطريق ينوب عن الصغير والكبير وحن في وجه الله. والله يغفر ذنبي يوم أتكلم وشيباني واقفين إن هنا لكن إني عارف أنهم يطيعون لا هم طايعيني إنهم يتكلمون قولوا يلا إن الله يرفع قدرهم وقدر من يسمع. فحن في وجه الله منكم نفدر جديد واللي قدوا في الطريق اللي في الطريق أنا عارف إنكم ما تكلمتوا إلا مستودين. والله يمنعكم من العدل وافين يجعلكم تسلمون. الله يطول أعمارك اللي قاموا به الربع جعلهم يسلمون إنه يكف عن الصغير والكبير نفدر جديد ولا به في قرية السوقين نفدام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي ليس غيره يا من جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامه وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعلنا وأنتم من المقبولين عند الله. الشيوخ الحطان كلهم شيوخ النبي لا شيوخ عبيدة ولا شيوخ سنحان ولا شيوخ شريف ولا شيوخ الغيب هذولا مشايخنا ويجب علينا تشجيعهم وتكريمهم وندعي لهم بالتوفيق. والله يصلح شبابنا ويوفقهم جميعا كما ادعو الله سبحانه وتعالى يا راعي هذا الضياف اللي جمعنا ان الله يطول عمره وان الله يبارك في عياله وان الله يزيده ونجعل هذا السكن سكن مبرور ونقول ما شاء الله تبارك الله والله لا يضره ولا من يسره. والحقيقة الشعر والله نود أن نشهد فيكم نقول لكن احنا نعتبر احنا ضيفان عليكم يا عبيدة كلهم معي بيتين في راعي السكن واستمركم ان شاء الله السموحة وتعذرونا وانتم يا الباقين ابشروا بلعب وطولة بقاب. اقول الكرعان الله يطول اعمارهم اجداد لي وخوال امي وبيضان وجيه لا والله اللي في قبره ولا الحي منهم. واتشجع لما اشوف حد ملتمس فيه بطيب أو نسب أو شيء من الأمور أنه يشرفني أني أقف في مقافه وأجلس معه وأقول فيه اللي أستطيع. وأنا ماني بشاعر لكن تاحت الفرصة وتاح الشعر إن شاء الله عسى يكون مقبول عندكم. بيض غني لابن خريم راع الزعامة ابن خريم من رؤوس قحطان النوادر يا سعيد يا عريب الجد راع الكرامة يا مكن من الضيفان والعاني نهار المخاض أنت راعي الجزالة وأنت راعي الشهامة وإخوانك اللي عبودك
لحصل زود ومخاطر، وانت مر من راس عود على راسي وسامه، وانت وافن في المراجل وانت راعي المصادر، وانت مثل الجبل نايف بشكل وعلامه، وانت نور القبيله في الكرم والمحاضر. يا ابو ريكان جعل مبروك السكن وانت امامه، والله يزيدك من المال وعيال والجداره، انت حاتم العريم وفخر للزعامه، والرجال مخابرها والرجال خبرها يا شيخنا ما هي مظاهر، وانت جمعت المراجل والعرف والقرامه والطيب وطيب الخلق والعز والشطاره، ودي اقول قول غير اخاف الندامه، وانا ماني من اللي يجرحون المشاعر، تسمحوا لي والله يبيض وجه راعي المحل ويبيض وجه خيارة وشيوخنا. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لنا سلمان بن عبد العزيز محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وينصر جنودنا ورابطين على الحدود. الحقيقة الكلام بينكم يا صبيانك حطان عجب، ولكن نشهد الله على حبكم. دعاني البراكان جعل يسلم وجمل هو جمل في ذلك، والله انه جمل في الشغل اللي سوى في جميع علمنا صديق وحبيب ضيفانا وطاليق واخوان وغراب ومقاديم عرب، وبيننا وبينكم يا صبيانك حطان نسب، احنا خوان وجدان وعوان وجيران، ونحمد الله ونشكره احنا في وطن القبيله الوحده، الله يعزه وطن. وصراحه الليله والله ان عيد عندي يشهد رب، والله ان عيد عندي، والله يغفر ذنبي مخلي زياره امي في العنايه مركزه علشان الحق المقام والحق الضيفان، سمعتوا؟ و جعل يسلم البركان الحق له والحق لضيفانه، واحنا ما جينا ذا اليوم نتضيف، لا والله الا جينا نعزم باسمي واسم ابو عبد الوهاب اللي هنا يوم سكان الشرف. لان احنا اعتبرنا احنا وانت اخوان، انت تعزم جعلك تسلم، والله اني ما اعتبر ضيفانك ذا الليل يا ابو راكان الا ضيفاني، انا اعتبره يوم عيد، لان انتم يا شيخ بدر بتعطوني فرصه، والله ان مالي بعد شهر ما حييت، كرامة لكم شيوخ عرب ومقادين قبائل والمجلس قليل علينا، وطعتوني طال عمرك زاد الله على آل الكهل عامهم السهل النعم الغانم، والله العظيم انه يوم عيد عندنا، وخير صلاة على النبي. ماني والله اطلب اقرب من ارجلي ولا اقرب من لكم، اذا احنا بيننا بينكم يا شهران والحطان بيننا ما يزال. صلى على النبي الله يطول عمرك، عزمت اخوك ابن اخوي ابن عمي اللي هو ابو راكان جعلك تسلم، وقدم لك عزيمه، وانا برد عليك يا طويل العمر لين ترد على ابو راكان جعلك تسلم في العزيمه، ومن بعدها ابشر على خير. امر الله في وجه الله، لا احن في وجه الله منك نفداك الله يا طويل العمر، قسمت العذر اللي بعد جعلك تسلم نفدا يديك. يا شيخ بدر نفداك اللي ببيت محتاج جبران الانسان بالخير. والحقيقه انت ويا عبيده رؤوس عرب وشيخ من شيوخه عبيده، وبركان نسيب ومطلق، وحنا ويا الخريم والكيلعان نسب من ايام بقعه ثنيه، واليوم دعاني بركان والله ان السكوت مو بزين، وان عزيمتكم واجبه علينا، لا انت يا ابن جلاله واخوياك كلهم وربعك، ولا لك لبي يربطنا به بعد نسب، وشهران بعد والله انهم ضيفان علينا، فيه مجال فهم بيسمحوا لي نضيفكم غدا يوم الجمعه، انت وربعك وانا طالبك بوجهي، ما تقول له تم طلبه كرامه وسمامه وعلوم غانمه، بما معكم اجانب علينا يا حطان ويا عبيده نبيك تقول تم. ترد على الجميع. والله ما نقول كلمه. الاكل اللي ترى بعد نسيب. والله الا حق علينا حتى احد، والله الا اشهد الله. ولكن يا طويل العمر مثل ما سمعت الكلام واحد والعذر واحد الابداع. الله يطول عمرك. والله انكم حق ترى في لكن انا يمكن يسمحوا لي بما ان بيننا وبينكم ارتباطات، لا لك نبي ولا انت يا عبيده. ايام بيننا وان شاء الله جد طيب. تجمل. ما رحب. ما ادري ما اطلق من تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اسال الله ان يعز ولاة امرنا ويحفظ لنا امننا وينصر جنودنا على كل شيء قدير.
الشيء اللي قدمه أبو راكان هو خوانه وربعه هذا ما هو بغريب عليهم، موافين يكرمون اللي يعرفونه واللي ما يعرفون، الله يجود عليهم ويكثر في خيرهم، ولا هي بغريبة، ربع وافين، وعلى ما قال لنا والغيرنا والله يجود عليهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، إنه على كل شيء قدير. كما أتقدم في هذا المكان الطيب وفي هذا البيت العامر إن شاء الله بوجود الشيخ سعيد أبو ركان وأخوانه، الله يجعل عامر بوجودهم، ونشكرهم على هذا حسن الاستقبال وعلى هذه الضيافة الطيبة، ولا هي غريبة عليهم ولا على ربعهم، ويضيفونا ويضيفون اللي ما يعرفون، الله يطول عمارهم. فنشكركم جميعا على هذا الاستقبال. الله يكرمكم ويغنيكم، والله الأخوان بيض الله وجيهم، الشيخ سعيد والشيخ حسن الله يكرمهم جميعا، هذا خريب حقيقة اللي شفناه اليوم يبيض الوجه، الله يستر أمركم ويكرمكم موافين دائما. شكرا، الله يحفظكم. احنا يا رجال الله له وهيبة مال سليمان هالعريق، أكثر الاسمي باسم ابن عمي باسم كل سليماني في هذا المجلس. احنا يا رجال الربع اللي قد تعذر ما نجي لهم بعد، الله ما كير عاره يطول عمارهم، ولا هو خارج على يسلم ولا هو الشراني ولا الربع كله، ولكن احنا نعتبر من الحق فينا يا سليمان هالعريق لكم علينا كلكم يا اهل جلاله، لا الشراني ولا ذاك اللي بالسريع وكل من هو هذا المجلس هذا الغلط. احنا نطلبكم وجيهنا طلبه، تدرون ان التقدير لنا يا سليمان هالعريق، ونتكلم بشمال سليمان وجميع قبائل اهل العريق الموجودين في هذا المنطقه، لكم علينا حق، ما عليكم جو، انا اطلبكم بوجهي طلبه، والله ثم والله ثم والله احنا نعتبركم ضيفان علينا في العريق، وان الربع ذول اللي تعذروا قبلنا انهم ضيفان علينا، ولكن ما نبغى نسبقهم بالكلب، هذا معاكم جميع. كرامة منكم لنا وافين يجعلكم تسلمون، عزمتم وكرمتم نفدي رجليكم، والكلام واحد. والله لو في فرصة، والله لو في فرصة ما نخلي رجال يرد ولا يشهد، حطنا في واسع العذر أبو يشرف ذاك أبو علي، حطنا في واسع العذر علينا حق مسلم، وعد الناس مثل ما عندكم نفداك، لا تقول شيء الله يطول عمرك. اللي على الوفات يظلم غريبة، سعيدة بن شايع عريبة الجدودة، اللي سابق طيبه الكل نودة، رعى الكرم رعى الوفا والجميلة، عند الرفاقة والخوي والزميلة، دعاني يا رحب بعزة يا مرحبا واهلا وسهلا ولوفا، وانا وبركان مثل الخوانة، والله لو اني من قيوف شهرانة عليكم زو، والله لو اني من قيوف شهران، ان الكفو قسم اليوم الخري، اما ربي المريم خوتها وانا جيت بني طلقوا بشايخها في مجلس المطرق سعيد بن شايع عيد المضيفها وضيفانها، يا لا 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 عيد المضيفها وضيفانها. كان بعد في مشاركات ترى ما بياخذ السراجع العمر طويل على جميع، ولا والله ان الفرحه من المشاهد. والله ما في واحد في ذا المجلس والله الا يستاهل الهديه، لكن هبونا في راس العروق عندنا هديه رمزيه من اخوان كارلس بيخ والد صبيح والكين علي موجودين في المنطقه دي، هديه لك يا الشيخ ابن جلاله، وهي رمز انت اكبر من الهدايا واكبر من العلوم كلها. صلى على النبي ابو طارت الرجل في واجبه يطب خويفه، ما تثني هز اوقات الزمان ومعاصره، لي الله ولش حط طول عمري شهادة ولا حد لمن يجب على القار متقديره، ولا حد لمن يجب على القار متقديره، احبتي شطر
سلامتك جدا. تفضلوا مرحبا والله مسهلا. الله يحييكم والله الذي لا اله الا هو انقدركم اكثر من منقدره. تفضلوا على ثلاثه قعدان والله يحييكم تحيات المطر. تفضلوا يا ابن جلال واخوياك واللي معك مرحبا ومسهلا. اطب شراح وتمجد وضع ذا المدايح بدون قصور هو على دراسك كان زادات فاكره هي وصفه وهي صيبه الدكتور لكنها وصلت تدرج